ونستمع في هذه اللحظات لكلمة من قبل الوجيه محمد بن يوسف الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المفدى للشباب والرياضة، فضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأمنية، سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، أصحاب السعادة والفضيلة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. الحمد لله الذي شرع لعباده المؤمنين التقرب إليه بعمارة المساجد وتهيئتها للراكع والساجد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله قدوة العمار وإمام الأخيار. في البداية أتقدم إلى حضراتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير والامتنان على تشريفكم لنا بالحضور في هذا اليوم 28 من شعبان 1433 للهجرة، الموافق 14 من شهر مايو 2018 الميلاد، لافتتاح هذا الجامع المبارك الذي كان في يوم من الأيام حلما يراودني لسنوات طويلة. وأحمد الله عز وجل أن ألهمني فكرة بنائه وتحقيقه وإتمامه على هذا النحو، وهذا من فضل الله عز وجل وتوفيقه. فإذا عظمت المقاصد الجليلة خانت في سبيلها الأعمال الكبيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجامع منارة من منارات الدعوة والعلم والإصلاح في جزيرة المحرق العريقة، كما أسأل العلي القدير أن يتقبله مني بقبول حسن وأرجو منه حسن الثواب والجزاء لي ولوالديه وذريتي وأهلي، ويجعل لي مثله في الجنة كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أيها الجمع الكريم، إنه من محاسن التوفيق أن يكون افتتاح هذا الجامع ونحن في مشارف وأبواب شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه، لتكون انطلاقة تزامنا مع خيرات وبركات هذا الشهر. لذا أسأل الله تعالى أن يجعله عامرا بالمصلين وقرة عين لأهل منطقة البسيتين، ويعم نفعه جميع أهل البحرين. أيها الحبل الكريم، لقد تم تصميم هذا الجامع المبارك بفضل الله وتوفيقه بالطراز التركي على قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 7500 متر مربع، كما يتسع الجامع ل2000 مصلي، وتم وقف 5 محلات تجارية لكي تكون مساهمة في صيانة هذا الجامع، ويتكون أيضا من قاعة الصلاة الرئيسية لصلاة الجمعة، ومصلى الفروض اليومية، ومصلى النساء، إلى جانب قاعتين للمناسبات، ومركز التحفيظ للبنين والبنات، وقاعة المحاضرات، بالإضافة إلى مرافق وخدمات أخرى تابعة للجامع. أيها الحضور الكريم، ما كان لهذا الصرح المبارك أن يرى النور ويقف كصرح شامخ يصدح فيه بالأذان ويعمر بالصلوات والتلوات وأنواع العبادات لولا فضل الله ورحمته ثم دعم القيادة الرشيدة والمسؤولين في هذه المملكة المعطاء،
ويأتي على رسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفضلة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر راعي الحفل سمو الوالد الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، والشكر والتقدير موصولان لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والحضور الكرام على دعمهم ومساندتهم وتذليلهم للصعاب، والشكر مخصوص أيضا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإدارة الأوقاف السنية وكل من ساهم في إنشاء هذا الصرح والمشروع المبارك من قريب أو بعيد، حيث كان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دورا هاما وفاعلا في أن يرى هذا المشروع النور. وأخص بالذكر سعادة السيد خالد بن عبد الله الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكلمة شكر أيضا للمهندس عبد الرحمن هزيم رئيس المشاريع بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، والشكر موصول لكم حضورنا الكرام حضورنا الكريم على تشريفكم لنا بحضور حفل الافتتاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.